التدخل بالمعدات اللازمة لإزالة الثلوج إحدى المهام الشبه يومية لأفراد الجيش الشعبي الوطني، فبمجرد تلقي النشرية الخاصة بالأحوال الجوية التي تشير إلى تساقط كثيف للثلوج، كل المعدات يتم وضعها لفتح الطرق والمسالك المغلقة والعينة من أعالي مرتفعات تيزي وزو. من خلال التواجد الميداني عبر هذه الطرق تم إزاحة الثلوج وكذا إجلاء بعض مستعملي الطريق الذين عرقوا عبر هذه الطرقات. قيادة الدرك الوطني وفي ظل هذه الوضعية الجوية تجدد دعوتها للسائقين بتوخي الحيطات والحذر وتصفح موقع طريق لمعرفة وضعية الطرق. ننصحكم بالاتصال بالرقم 1055 رقم الأخضر لطلب النجدة أو المساعدة، إضافة إلى الاطلاع على موقع طريقي الذي يزود جميع المواطنين بالمعلومات الكافية واللازمة التي تفيد بحالة الطرقات المعزولة والمغلوقة. تساقط كثيف للثلوج يستدعي أيضا عدم المغامرة بعبور طرق خطيرة، ينصح بعدم التوجه عبرها.